أسد. قبيلة بني أسد هي قبيلة في الأساس حجازية، وهاجرت في زمن الفتوحات في سنة 19 من الهجرة، واستقرت في الغابورية، ثم انتقل بعضها إلى الكوفة وجعل لهم محلة جنود جامع الكوفة. وهي قبيلة بايعت أمير المؤمنين عليه السلام سنة 36 من الهجرة حينما نسح أمير المؤمنين إلى الكوفة. وهذه القبيلة واقعا خرجت على مر التاريخ رجال زعماء ومحدثون أو محدثين ومن أصحاب الأئمة، وخرجت شعراء وأدباء وعمالقة في الفكر، وخرجت نستطيع أن نقول نوادر. قل ما خرجته كثير من القبائل. على سبيل المثال مما خرجته ابن المطهر الحلي، هذا الرجل العظيم الذي عدوا مصنفاته في ذاك الوقت، أو عاصر أو عاش في القرن السادس الهجري أو السابع في القرن السابع الهجري، عدوا مؤلفاته ووجدوها لكل يوم كراس، لكل يوم من حياته كراس، وكلام خرابيط مثل اللي انطبع اليوم في اليوم الثاني وطلع منه كتاب كتيب، وما هو الا جهل مطبوح وخساره زراب وخساره حمر. لا، كل يوم كراس له قيمه. يكفيك هذا الرجل العظيم تشيع ايران بجماله بالعالم قصه معروفه، تشيعت ايران واذربيجان وباقي الدول العراق بنعاله الذي وضعه في اباطه ودخل على الملك التكالف ولابنده، وصارت مناظره طويله يذكرها بعض المؤرخون او المؤرخين في كتبهم. لما طلق الملك التكالف ولابنده زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وقال له أئمة المذاهب أنها لا تحل لك إلا بمحل، ثم قال له وزيره إن بأرض الحلة عالم يجيز لك الرجوع إليها بغير ذلك، وأرسل إليه ودخل في نعاله وجلس إلى جانب الملك ومن حلال الملك ولا ولا، ثم جرت مناظرة قيمة جدا فتغلب فيها. أولا قال للملك أن طلاقك لم ينعقد بالمرة لأنه بلا شروط، ثم جرت بينه وبين القوم أو أئمة المذاهب آنذاك مناظرة تفوق عليهم فيها، فتشيع الملك التتاري وأمر بضرب السكك أو ضرب أسماء الأئمة على السكك وعلى المساجد، وتشدد التشيع في ايران وفي باقي مدن العراق وفي اذربيجان وغيرها، كلها بفضل ابن المطهر الحلي وبفضل نعاله. هذا من قبيله بني اسد، وابوه ايضا علام من العمالقه، ابوه ايضا العلامه الحلي، هو الذي حفظ المقدسات ايام هجوم مولاكو في بغداد، وهو الذي حقن دماء الشيعة، وهو الذي بات وراسل علاكو، هو وابن طاووس بادروا بمراسلة علاكو وقالوا له احفظ مقدساتنا واحقن دماءنا، فنحن لا نشترك في مثل هذه الحروب، نحن ندخل في هذه الحروب وما لم نشترك فيه. ولما فتح علاكو بغداد أرسل إلى علماء الحلة، فانتدب والد المطهر الحلي، راح قال أنا ألفي عنهم، قال راح وقيل ابن طاووس معه، فهناك يقول لهم ليش ما اشتركتم في هذه الحرب ولا
قال لأننا نجد أخبارك في خطب أمير المؤمنين، نجد أخبارك في خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وأنك فاتح وحربك رمي في الدهلك. وإذا كان الخليفة متقاعس وبليد، إحنا إذا هو الخليفة بليد، إحنا شيء خصنا على أي حال، وعلى أي حال الشيعة أيامنا شنو فرق بين هولاكو وبين الخليفة؟ لا بالعكس، هولاكو التتار خلينا ينضم ينضم، إيش عليه جميل؟ هولاكو التتار أحسن من الخلفاء الصالحين، وأنا أشكك في التاريخ الذي كتب بالأيدي الأموية الذي وصفوا غزو العراق بأنه دمار شعبي ولا ولا ولا، لا لا هذا التاريخ مشكك فيه. هولاكو والتتار أعطوا الشيعة حرية ما حصلها الشيعة في أيام الخلفاء. أيام الخلفاء كان يحرق تحرق بيوت الشيعة إذا طلع عضو كبازا. شافوا يوم من الأيام قرآن، ادعوا أن عند الشيعة قرآن، نفس تاريخنا يعني يروح، ادعوا أن عند الشيعة قرآن غير القرآن السادس. احترقت قلوب تلك الأخ على حساب، وسجن الشيخ المفيد عالم الشيعة ومرجع الطائفة أيامها، الخليفة سجن. لولا أنها كانت أيام الدولة البويهية وقوة الدولة البويهية، الحاكم السلطان البويهي نفسه جاء إلى الخليفة واقتلعه من على منبره ووضع ولده مكانه وأطلقه الشيخ المفيد. شنو استفاد الشيعة من دولة الخلفاء أصلاً؟ لما جاء التتار خلال 45 سنة فقط شيع الملك التتار في دولة. بس ما صار شيع في دولة وشيع في شيعة وإلى آخره، فضل واحد من هذه القبيلة العريقة العظيمة قبيلة بني أسد. فخرجت هذه القبيلة وقعت كفاءات أيضا لهذه القبيلة مناقب عظيمة، ومن مناقبها أنها تشرفت بدفن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته، وقد أشارت إليه زينب حينما اجتازوا على جثة القتلى. يقول زين العابدين: لما رأيت والدي وأهل بيتي مبرجين بدمائهم ونحن نسير عنهم لا مغسلين ولا مكفنين، كاد روحي أن تخرج. فالتفتت إلي عمتي زينب وقالت: لا يقولنك ما ترى، فإنه عهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك بأن الله قد أخذ العهد على جماعة من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة الأرض، وهم معروفون عند أهل السماء، يأتون على هذه الأجساد المضرجة المقطعة فيواروها الدرى ويجعلون لهذا الطف علما لا تنطمس آثاره أبدا. هذه إشارة إلى قبيلة بني أسد الساكنة في الغاضرية قريب من المعركة، ويروي المؤرخون أنه ذهبت نسوة من نساء بني أسد إلى المعركة فرأوا جثث القتلى فرجعنا يلقون إلى رجالهم وناشدهم أن يقوموا بمواراتهم. يقول بعض المؤرخين: ثم إنه نفسه النسوة حمل المعاوية، لأن الوضع خطير والكل خايف يقرب لها الإسلام، فحملت نساء بني أسد المعاوية والفؤوس وجئنا إلى كربلاء بغرض ضخم القتلى، فصحت ضمائر الرجال وهبوا وجاءوا ودفنوا وتعرضوا للخطر ودفنوا جثث الحسين وأصحابه، وأقاموا أول بناء لقبر الحسين هذا بفضل بني أسد. ولذلك تعاطف
الناس معهم. فتعاطف الشيعة جدا مع هذه القبيلة التي تشرفت بدفن الإمام الحسين عليه السلام. هذه القبيلة أيضا لما جاورها الحسين في كربلاء مشى إليهم واشترى منهم أرض كربلاء. اشترى منه يقول الإمام الصادق 4 أميال من جميع الجهات، 4 أميال في 4 أميال ب60,000 درهم. واشترط عليه أن يدلوا الزوار إلى قبر، يرشدونهم إلى قبر وأن يضيفوا 3 أيام. لكن الظاهر الظروف ما خدمت هذه القبيلة مثل هذه المهمة، على الخصوص أن هذا القبر يعني كان غرضا للحفر وغرضا لإرسال المياه عليه وللهاد، وكان في المسالح توضع على طريق زائرين الحسين أيام المتوكي وأيام الرشيد. الرشيد حتى الشجرة عند القبر تظل يتظلل بها الزوار، أمر بقطعها. صدام هناك ما فعل صدام، شيعة العراق يقول لك احنا اذا نبي نزور الحسين نتخشش من نخله الى نخله ومن بستان الى بستان بغرض زياره الامام الحسين. هذا القبر او هذه القبيله ما تهيأ لها ارشاد الزائرين ولا ضيافتهم. ولذلك يقول ابن طاووس سقط الشرج فرجعت الارض اليه، اشتراها منهم الحسين يقول الصادق، ثم تصدق بها عليهم بشرط ان يدلوا الى زياره وبشرط ان يضيفوا زوار 3 ايام. فسقط الشرط يقول ابن طاووس فرجعت حلالا على ذريته ومواليه صلوات الله وسلامه عليه. بنو اسد ايضا تشرف بعضهم بنصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقتل بين يديه، وبعضهم قتل في الكوفة، وربما أشرنا إليه وما أتذكر قيس بن مسهر أو مسهر الصيداوي مسؤول الحسين، هو الذي أخذ رسالة الشيعة الذين اجتمعوا في بيت سليمان بن سويد إلى الحسين وبقى مع الحسين إلى أن خرج معه إلى مكة، أو بقى معه في مكة إلى أن سير الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وصحب معه قيس بن مسهر الصيداوي. الصيداوي يعني بالنسبة إلى الصيدا بن عمرو الأسدي الجد يمكن الخامس أو السادس فينسبون إليه، وهو فخر من بني أسد. أخذ الرسالة وراح صحب مسلم، لما ضاع الدليل في الطريق كتب مسلم رسالة وأعطاها لقيس بن مسهر ورجع بها إلى الحسين، ثم أخذ الجواب ورجع به إلى مسلم بن عقيل، ثم أكمل طريقه إلى الكوفة. ثم لما بايع الناس مسلم بن عقيل كتب مسلم كتابا وأعطاه لقيس وجاء به إلى الحسين بن عقيل، ثم أنه صحب الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة. لما وصل إلى منطقة يقال لها الحاجر أو الحاجز كتب الحسين كتابا إلى بعض شيعته في الكوفة، فأخذ قيس الكتاب، يعني قيس ما استقر يحمل كتب منه إلى الحسين، ثم حمل قيس الكتاب ومضى به قال في الكوفة أغلق أبوابها ونافذها بالمسالح فقبض عليه. فلما رأى الشرطة مقبل عليه أخذ الكتاب وأتلف، فأخذوه إلى عبيد الله بن زياد فقال أين الكتاب؟ فقال أتلفته. قال ولم؟ قال لكي لا تراه. قال إلى من؟ قال إلى جماعة لا أعرفهم. قال ما أسماءهم؟ قال لا أعرف أسماءهم. قال إذا نصعد المنبر والعن الكذاب من الكذاب، يقصد الحسين بن علي عليه السلام. فصعد المنبر وصلى
الحسين وعلى أمير المؤمنين، ثم لعن عبيد الله بن زياد وقال إني خلفت الحسين بن حاجر فانصروه، فأنزل عبيد الله بن زياد وأكتف وكتفه وألقاه من فوق القصر حيا. هذا واحد من ضمن من استشهد جنبني أسد وهود، وطبعا القبيلة ليس كلها من النصارى، القبيلة انقسمت إلى ثلاثة أقسام. قسم حارب الحسين من ضمنهم حرملة الملعون حرملة بن كاهي أسد، وقسم بقوا على الحياة وهم الذين بقوا في الغاضرية، ولكن بعض الغرويات تقول من كانوا في الغاضرية هموا بنصرة الحسين. لما جاء حبيب بن مطار وأقل أصحاب الحسين قال له جعلت فداك أنني أذهب إلى جماعة من قومي هنا بالغاضرية وهم قريبون منا أستنصرهم لعلهم ينصرون، فأذن له لو فرضى متنكر تقول الرواية، وجاء إلى حيهم ونسب نفسه فعرفوه، قالوا له وما تريد أمرنا بأمرك، قال جئتكم بخير ما جاء وافد إلى قومه، هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ضيق عليه عمر بن سعد المساجد وهو في ثلة قليلة من أصحابه لا يخبرونه ولا يسلمون الرجل منهم بألف، وإني أقسم أنه من يقتل منكم بين يديه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. فهب له 90 سيف وأخذوا يسيرون ناحية كربلاء، ولكن بعض الجواسيس والشوكين إلى عمر بن سعد فأرسل كثيرا قيادة رجل يقال له الأزرق، ولعله الأزرق الشامي الذي في بعض المقاتل أن العباس بن علي هو الذي قتل الأزرق، اعترضهم بخيل بجمع كبير وحاربوهم حربا شديدة، فلما رأى بنو أسد أنهم لا يستطيعون مقاومتهم انهزموا وخرجوا من ديارهم بعد من الليل خوفا من أن تلبسهم خيل أو شرطة أو غير الله بن زياد. من ضمن شهداء بني أسد الصحابي أنس بن الحرث الصيداوي أو الكاهن، هذا الصحابي بالإجماع وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا يقتل بأرض كربلاء فمن شهده فلينصر. من ضمن قتلى بني أسد رجل ما ذكر لنا التاريخ اسمه أو شاب يروي ابن عساكر عن رجل يقال له عريان بن الهيثم، يروي عن أنه كنا نمر بكربلاء وكنا نرى رجلا يتراود هذه الأرض مرية كل ما نمر نشوفه، فأوقفه يوما والدي وقال له ما خبرك؟ شنو قصتك؟ كل ما نمر على هذه الأرض نشوفك فيها. فقال ها هنا يقتل الحسين وعلي وانا انتظر القدوم لعلني ان استشهد معه. يقول الرامي فجئنا يوم العاشوراء بين القتلى واذا هو في جملته ممن قتل مع الحسين ايضا من بني اسد، اضافه الى انس الصحابي صحابيين ايضا او صحابيان، مسلم بن اوسج هذا الرجل العظيم رجل شجاع وله ذكر في المغازي، ومسلم بن عاصم ذكرنا قبل يومين انه عند التحقيق يتبين عن بعض المحققين على الاقل ان مسلم بن عقيل انما نزل على دار مسلم بن عاصم على دار مسلم بن عاصم. من ضمن من قتل ايضا عمرو بن خالد الصيداوي لما سمع نداء قيس على المنبر اراد ان يخرج، واظن ان ذكرت هذه الحادثه
الحارب لا، هي تقريبا 5 أو 6، وساروا على غير الجادة مع الرماح والتقوا عند عذيب الهاجنات والتحقوا بضعيفة الحسين. هؤلاء هذه الجماعة تقدر تقول كأن ربع أو شلة. في يوم عاشوراء يقول أبو مخلف هؤلاء الجماعة برزوا في أول القوم الذين التحقوا مع الرماح، برزوا في أول القوم وصاروا يقاتلون حتى حال الجيش بينهم وبين خيام الحسين. يقول أبو مخلف فاستدعى الحسين أخاه العباس وقال له أدركهم، فنزل العباس وحده يضربهم يمينا وشمالا حتى فرق الناس له وجاء به، لكن في الطريق صارت شبه مناوشة إلى أن حال الخيل مرة ثانية بينهم وبين الخيام، فانسل هؤلاء من بين يدي العباس وأخذوا يقاتلون وقتلوا مع بعضهم. من القتلى أيضا لبني أسد شيخ هذه القبيلة وشيخ الأنصار كلهم، حبيب بن مراد الذي وقف عليه الحسين وقال له وهو شهد في حقه بأنه رجل عادل أو فاضل عادل، قال رحمك الله يا حبيبي لقد كنت فاضلا ولقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. قلت أنا سلفا بأنه لا يوجد رواية عن المعصوم تؤكد على أن رواية صريحة فيها أن حبيب أفضل الأصحاب أو سيد الأصحاب أو سيد الأنصار، لا، وإنما هذا عرفناه بالقرائن والأدلة التي تحف بشخصه أو الصفات التي تحف بشخصه. من هذه الصفات النفسية منها العبادة. يقول صاحب روضة الشهداء كان حبيب بن مظاهر يحفظ القرآن وكان يقرأه بعد صلاة العشاء ويختمه عند الفجر، فكان العبادة لا تدل بالضرورة على الإيمان ولا تدل على الصلاة، هذا صحيح، وإلا لكان الخوارج هم أفضل الناس وأعظم الناس الذين يصفوا أمير المؤمنين بأنهم أصحاب الجباه السود. ولكن يقول مولانا الصادق صلوات الله عليه لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل والسجود، أو قال بعضهم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أكثر زكاة زكاة من بعض، وأفضلكم أفضلكم معرفة، أفضلكم معرفة. إذا عبادة مثل عبادة الخوارج عبادة الحمقى هذه ما تنقذ من النار، وإنما المعرفة العبادة إذا اقترنت بالمعرفة تؤتي ثمارها. حبيب الأجيال الكونية عادل، حبيب عالم، وعلمه ينقسم قسمين، علم بالحلال والحرام وهو الفقهاء، وقد شهد له المقصود بذلك في كتابه الذي رواه الدرمندي من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب. فإذا حبيب بن مبارك فقيه وحبيب بن مبارك عادل. بعد صفة من صفات حبيب بن مبارك يحمل علم، قال عنه أمير المؤمنين لا أفضيه إلا إلى الخاصة، علم لا يفضيه إلا إلى الخاصة، وهو علم البلايا والبلايا، هذا علم ما يعطونا أي واحد لأن ما حد يقدر يتحمله. وإذا ترجع إلى تفسير قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء جد لكم تسؤكم، بعض المرويات تقول أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن بناياهم ومتى وكيف، فقال هذه الإجابات تسؤكم تنقص حياتهم. وإذا أمثال ميت بن تمار يسأل عبيد الله بن زياد كيف قال صاحبك أني قاتلك، فيقول تصلبني وتبقر بطني وتشرع لساني و ويتكلم بكل جرأة وكل خطوة وكل ثبات وكل إيمان. هذا علم يقول أمير المؤمنين لا
ايام خاصه لمعرفه الخاصه او اصحاب هذا العلم. الروايه يقول الاصغر: قلت لامير المؤمنين حدثني في فضل سلمان، فحدثه بحديثي الى ان قال: ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه واله يوما ومعه سلمان الفارسي، اذ دخل علينا اعرابي فازاح سلمان. ازاح سلمان وقعد مكان سلمان يعتبرون حي الله معتوق، حي الله هذا الولي العظيم يعتبر حي الله الواحد عبد من العبيد اللي يعبده. فازاح وجلس مكانه، فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وقال: او تزيح رجلا فرجلا يحبه اهل السماء، او يحبه الله ورسوله، يحبه الله في السماء ويحبه رسوله في الارض، لا تغلظن على سلمان، فان الله تعالى امرني ان اعلمه علم البلايا والبلايا وعلم الانسان. يقول لا الحقرة، ترى هذا عندي علم البلايا والبلايا. لا يفضي الامام الا الى الخواص، امثال شيخ الهجري، امثال ميثا المتوفى، وحبيب ابن مظاهر. حبيب ابن مظاهر يحمل هذا العلم، طبعا المقدمة ليست جوفاء، لا راح اذكر لك رواية تثبت هذا الامر اللي يحمل هذا العلم. رواية يذكرها الكشي في رجال انه التقى ميثا التوار مع حبيب بن مظاهر الاسدي عند مجلس لبني اسد، ويبدو ان سقيفه او مثل ما تقول اليوم براحه يعطي فيها مجلس خارج الدور يعني، حتى اختلقت او اختلفت اعناق فرسيهما. فلما تحايا وسلموا على بعض وكل شيء قبل الانصراف، حبيب يقول لميثا: اني لا اعرف رجلا اصلع عظيم الباطن يبيع الحقيق يصلح في محبه اهل البيت ويبقر بطنه. فقال ميثا: وانا اعرف رجلا احمر له ضفيرتان يخرج لنصر أو لنصر ابن بنت نبيه، فيقتل ويرجيء برأسه إلى الكوفة. هذول يسمعون قالوا: ما رأينا أكذب منهما، يتحدثان بالغيب. لما تفرقا جاء رشيد قال: أما رأيت ميتان وحبيبي؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، كانا قمصا حولا وقالا كذا وكذا. فقال رشيد رحمه الله: ميثا نسي ويزاد في عطاء حامل راس حبيب 100 درهم، يزيدون 100 درهم. قالوا: وهذا اكذب منهما. ثم قالوا: وما خرجنا من الدنيا حتى راينا جميع ما فهم. منزله حبيب ايضا التي ترفعه فوق الاصحاب تعرفها من الزياره. حبيب خص بالاسم في زيارتين، الزيارة زيارة الناحية وهذه فيها تقريبا جميع الحسنة، والزيارة الرجبية، الزيارة الرجبية تذكر حبيب بن مظاهر تحديدا من بين الأنصار. ونعرف مقامه والضريح الذي وضعه له مولانا زين العابدين لوحده، خلاه بروحه، لا تقول هذا بني أسد، بني أسد ما يعرفون الجثث. مقطوعة الرؤوس اللي أخبرهم بالجثث هو زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فجعل العباس روحه وعلي الأكبر روحه وحبيب روحه، خلاه مثل ما قال ابن فارس: كل داخل طالب يمديه بالتحية، بواب إلى الإمام الحسين عليه السلام. تعرف فضل حبيب لكونه دعي إلى نصرة الحسين مرتين كما جاء في المقاتل، المرة الأولى على يد مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء حينما جاء
لزوجته في المنام وقال لها قولي لحبيب يخطب شيئا فقد نص الخطاب منها. أخبرت حبيب فأغرقت عيناه بالدموع لسيدة النساء ولعنايتها به ولبى، وكان يظن أن الزهراء تقصد الخطاب حقيقة لا مجازا. وخرج إلى السوق وإذا سوق الحداد تعمل ليل ونهار والتقى ببعض ولد عمه وعرف أن الحسين محاصر فبكى وقال إن الزهراء تدعوني لخطاب شيبتي. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية كتبها له الإمام الحسين في كتاب ذكره بعض أرباب المقاتل. نص هذا الكتاب أو قيل أنه لما نزل الحسين صلوات الله عليه أرض كربلاء عقد الرايات، وكانت عنده 12 راية، أعطى راية القبر، راية العمرة للعباس بن علي، وراية الميمنة لزهير بن القين، وإحدى وبقية الرايات وزعها وبقية راية الميسنة ليس لها حامل، وتطاول لها أخلاق الرجال. يعني بعد بعض الشعراء تبقى خيال ان زين العابدين ما حظي برايه وكانما انكسر قلبه وكان اناش ابو الحسين. شيء يقول له بسالك يا ابو ويش الغايه ما قال من الطارق؟ قال رسول الله.
الكتاب الكريم من إمام العظيم بالمؤمنين الرؤوف رحيم. قال الله الله أكبر، صدق بالحرة، صدق بالحرة، فتح الباب دخل عليه قال له أنا رسول إليك إلى الحسين وهذا كتابه إليك. أخذ الكتاب وضعه على وجهه وقبله ووضعه على رأسه ثم فاضه وقرأه ففاضت عيناه بالدموع ثم قال يا أبا عبد الله تفديك روحي ونفسي، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. قال له انصرف وأنا على الأقل. يبدو أن الحديث عليه العيون من رجال عشيرته لأنه هو كان من أنصار مسلم بن عقيل وكان من أقطاب الدولة يخافون بنو عروبة أن تتهم هذه القليلة بأنها معادية للنظام، فيبدو أن عليه رقابة من قرابة ما أن دعا الرسول حتى أطرق الباب مرة ثانية فتح الباب وإذا هم بنو عروبة أرادوا يمتحنون يعرفون حال هذا الرسول. قالوا يا حبيب بلغنا أنك تريد أن تذهب لنصرة الحسين. قال لا ما لنا وللدخول بين السلاطين، فقالوا هكذا أحبناك وقبلوا رأسه وخرجوا. أول ما غلق الباب كانت زوجة مخبرها وتسمع كلام حبيب هجمت عليه قالت يا حبيب كأنك كاره لنصرة الغريب، يا حبيب أما سمعت قول جدي رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أما سمعت قوله فيه وفي أخيه الحسن الحسن هو استغفار عمكم حبيبي
هناك رؤية شاذة تقضي في الميمنة عنده رأي في الميسر ومعه أيضا هذه الرأية ابن أخي مسلم في الأوس وإلى الزوال ما ارتفع النهار إلا وعلى الأرض من أنصار الحسين 40 رجل قد توسلوا أبو ثمام الصيداوي قال يا أبا عبد الله أرى القوم قد نزحوا إليك ولا والله لا يصلون إليك حتى أتلف نفسي دونك ولكن أرجو أن أصلي هذه الصلاة معك قبل أن أموت قال الحسين ترى هذا أول وقتها ذكرت الصلاة ذكر جعلك الله من الذاكرين ثم أذن الحسين بنفسه في وسط المعركة والسهام تختلف يمينا وشمالا لما فرق قال يا عمر بن سعد انزل شرائع الاسلام الا تصلون ونصلي قال له الحسين صل ان فعلت الصلاه فان صلاتك لا تنفع هنا غار عليه الايمان قال يا ابن الخمار اذا كان ابن بنت رسول الله لا تنفع الصلاه أفتنفعك أنت؟ قال لا عن ذا الكلام يا حبيب ورسلك استأذن الحبيب من الحسين قال أرجو أن أصليها في الجنة يا أبا عبد الله دعني أشاغلهم في الحرب لو أن تصلي لأصحابك خرج تجاوز مع الحسين رفع حبيب سيف طرف الجوال فوجب وألقى بالحسين على الأرض فاختزل الحسين أراد أن يضربه حبيب فجاء الطائفة من الجيش واستنفذت فكر فيه حبيب وهو يقول أنا حبيبي وأبيه ذهب دخل في قلبهم وخرج من أعراضهم وقلب في بلدهم على مسألتهم وقتل على كبار سنه 62 رجلا ثم عاد وبه 5 جراحات أخذ يشد جراحات بين أبي وأمي والمولى يصلي ثم نزل فيهم مرة ثانية رحمه الله